ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حكم التكبير المقيد بعد الصلوات، وهل يقدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ ليس فيما نعلم لتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت. نعم.